السلام عليكم، اهلا بيكم في درس جديد من سلسله جرامر فيديوز في الجرامر. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الدرس رقم 106، واللي بيتكلم عن المقارنه، ازاي تقارن. هتقارن وانك تقول فلان زي، او الشيء ده زي فلان، او الشيء ده مش زي فلان. بس قلنا النهارده تبقى زي كذا او مش زي كذا. نبدا مع بعض. يونت 106، comparison 3، as blank as than. Section A, study this example situation. Shirley وهنري وآرثر دي معاها 10 مليون وده 8 مليون وده 2 مليون عشان نقدر نعمل مقارنة بين الثلاث أشخاص. Shirley, Henry and Arthur are all millionaires. They are all very rich. الثلاثة دول كلهم مليونيرات وأغنياء جدا. Shirley has 10 مليون, Henry has 8 and million and Arthur has 2 مليون. شيرلي معاها 10 وهنري معاه 8 وارثر معاه 2. طيب ده معنى هنري از ريتش، هنري ده غني. هو بدأ بالوسط، مش معنى كده ان لازم هنري بس اللي اتحط له ريتش، لا، بس عشان حط الوسط فيقدر يقول ان ده اقل وده اكتر. هي از ريتشر ذان ارثر، هنري ده اغنى من ارثر، 8 اكتر من 2 فاغنى من. طيب هنا بقى عايز يقول لكن ليس في غنى شيرلي، مش بقول بقى مش اغنى من، لا مش غني زي، لان لو ما لو عايز اقول مش اغنى من هقول he's not richer than، لا هو عايز يقول مش غني زي، مش كذا زي، فبيقول but he's not as rich as Shirley، مش غني زي شيرلي. Shirley is richer than he is. Shirley اغنى ما هو، يعني اغنى من هنري. طيب نبص على examples اكتر، some more examples of not as blank as. Tom isn't as old as he looks. Tom مش كبير زي ما يبدو. دايما هتلاقي الصفة وبعدها زي، او نفي الصفة وبعدها كلمة زي، يعني he looks older than he is، يبدو اكبر مما هو حقيقي. يعني the city center wasn't as crowded this morning as it usually is. وسط البلد ما كانش زحمة النهاردة الصبح زي ما هو في العادي بيكون زحمة. Jenny didn't do as well in the exam as she'd hoped. Jenny ما عملتش النهاردة كويس في الامتحان زي ما كانت بتأمل. The weather is better today. الطقس كويس النهاردة. Isn't it? مش كده؟ قالوا yes. It is not as cold. ووقف، ينفع طبعا لان في جمله قبلها واضح منها المعنى، مش شرط يكمل. It is not as cold، يعني مش سائع زي المعتاد. وهتكمل الكلام هنا، yesterday was colder، فهم من السياق اللي قبل كده. I don't know as many people as you do. انا ما اعرفش ناس كتير زي ما انت عارف، زي ما بتعرف انت يعني. You can also say not so كذا as، ممكن تبدل as الاولانيه بكلمه so. It is not warm but it isn't so cold as yesterday. هي مش دافية لكن مش باردة قوي زي امبارح. الفرق البسيط ما بين as وما بين so، ويمكن تلغيه وممكن تستعمله، ان as كذا as يعني مثلا he isn't richer as، مش غني زي. طب he isn't so richer او so rich as، مش غني قوي زي. فكلمة so دي بتزود المعنى اللي انت هتنفيه او اللي انت هتثبته، لكن يظل الموضوع واحد. less بعدين than similar to not as as. طيب انا عايز اقول اقل من، يعني عايز انزل بالمقارنه مش عايز اعلى بيها، فباخد كلمه less اللي هي معناها اقل. ازاي؟ I spent، انا صرفت less money than you، فلوس اقل منك. طيب I didn't spend as much money as you did، يعني معنى الكلام. The city center was less crowded than usual. وسط البلد كان اقل زحمه مما يبدو من العادي. You can use as not as but not so blank as in positive sentences and in questions. لما بيكون المعنى positive او بيكون question يحبذ، ولكن على فكره دي مش قاعده ولا حاجه، يحبذ ان انت تاخد as ما تاخدش so. ازاي؟ I'm sorry، انا اسف. I'm late، انا متاخر. I got here as fast as I could، انا وصلت هنا باسرع طريق اوصل له.
تمام؟ المعنى هنا ده positive. المعنى اللي احنا عطينه positive مش negative عشان كده ما خدش as. اللي بعدها there is plenty of food. في كتير اكل بوفرة يعني. You can have as much as you like. تقدر تاخد زي ما انت عايز. Let's walk. It's just as quick as taking the bus. دي المشي يبقى سريع زيه زي انك تاخد اتوبيس. Can you send me the money? ممكن لو سمحت ابعت الفلوس as soon as possible. على أسرع ما يمكن. وده من أشهر تعبيرات اللغة الإنجليزية as soon as possible. وبتعمل له شورت كات بتبقى ASAP as soon as possible. وبتغير كلمة possible دي as soon as you can, as soon as I heard, as far as I know. ليها أشكال كتير جدا 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 بتستخدمها. تحط هنا صفة وتحط هنا برضو زيها صفة عشان الاتنين يردوا على بعض. Also من ضمن الحاجات اللي بتستخدم twice as, three times as. ده نفس المعنى اللي احنا خدناه فوق, ولكن لما تكون عايز تدبل القيمة اللي انت بتتكلم عنها او تتربل القيمة دي. يعني مثلا عايز تقول فلان تخين زي فلان, او عايز تقول فلان تخين قد فلان مرتين, او فلان تخين قد فلان ثلاث مرات, وهكذا. Petrol was as expensive as it was a few years ago. البترول غالي مرتين قد ما كان من كم سنة. Their house is about three times as big as ours. البيت بتاعهم حوالي ثلاث مرات في حجم البيت بتاعنا. انت كل ما هناك بتدخل العدد اللي انت عايز تدبل بيه او تكرر بيه الحجم اللي انت بتقارن فيه. Section C. We say the same as. بنقول the same as. مش the same like. The same بتاخد as. The same يعني نفس ال. معنى الكلام نفس ال. ازاي؟ Answer is the same as mine. مرتب ان نفس مرتبي. Or Ann gets the same salary as me. ممكن أغير الموضوع بشكل تاني. Functionality لكن المعنى واحد. Ann بتاخد نفس المرتب زيي. Tom is the same age as George. Tom نفس السن بتاع George. What would you like to drink? عايز تشرب إيه؟ I'll have the same as you. أنا هاخد نفس اللي أنت هتشربه. Section D والأخير. Than me, than I am. أكتر مني, أكتر مما أكون. إزاي؟ We usually say, في العالم نقول, You're taller than me. أنت أطول مني. Not than I. He is not as clever as her. هو مش ذكي زيها. After than, or as, it's more usual to say me, him, her, them. اللي هو ضمير, object pronoun, ضمير المفعول. When there is no verb. لما بيكون مفيش verb, يستحسن أنك تاخد ضمير المفعول. وده في spoken English. وإلا في الكوين انجلش أو الفورمال انجلش أو الانجلش المظبوط أنك بتاخد الفاعل, لكن يغلب على الفاعل أن يجي معاه الفيرب عشان تبقى كلوز كامل. وهنشوف دلوقتي. You're taller than I am. أنت أطول مما أكون. طبعا حط I عشان معاها فيرب, أو You're taller than me. شال الفيرب حط me. They have more money than we have. عندهم فلوس كتير اكتر مما نملك. وي خد لها هاف. هيشيل وي من هنا, او اسف لو احتاج يشيل الفيرب ما يحطوش ويختصر. هيشيل وي هاف هحط اس. يبقى they have more money than us. I can't run as fast as he can. ما اقدرش اجري زي ما هو يقدر يجري. طبعا ممكن تحطها complete هنا, يعني as he can run, او as he can, او as him. وينفع وتعمل لها حاجة اسمها replacement, انك تاخد كان ده وتشيله مثلا ولنفرض verb leave ده as we leave. ممكن تشيل او have الverb ده هنا present simple. وطبعا ممكن تعمل عملية replacement انك تاخد الفعل وتحط مكانه فعل مساعد زي have مثلا في المثال ده. then we have, then we do. ينفع تحط then we do لو هتحط فعل مساعد, وهيدي نفس المعنى اللي انت عايزه بالظبط. دي كانت المقارنة. اتمنى تكون سهلة واتمنى تكون فهمتوها. فلان كذا زي فلان, فلان مش كذا زي فلان. بس باختصار ده معناها. اقرا مرة واثنين وثلاثة, اعمل عليه امثلة, حل الامثلة اللي موجودة عليه, وتنساش تبص على حل الاكسرسايز بتاع الدرس اللي فات. لحد ما اشوفكم مرة تانية. Take care of yourselves and goodbye.